أسس الأمويون أول سلالة إسلامية وراثية وقاموا بتوسيع حدود دولتهم بشكل كبير حتى وصلت في عام 711 للميلاد 92 للهجرة إلى إسبانيا غربا وإلى الهند شرقا. أصبحت اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم صلة الوصل بين أواصر الدولة الواسعة، وخاصة بعد أن اعتمدت لغة الدولة الرسمية في عهد الخليفة عبد الملك. هذا وقد شيد مسجد قبة الصخرة في القدس بالقرب من المسجد الأقصى خلال فترة حكمه، وبقي حتى يومنا هذا من أهم المعالم المعمارية في العالم الإسلامي. يضم المسجد أقدم زخرفة ضخمة محفوظة بالخط العربي كجزء من الفسيفساء المزججة الرائعة داخل القبة، كما ظهرت الفسيفساء الخضراء المذهبة خارج القبة لاحقا باللون الأزرق، وذلك بعد ترميمها بالبلاط العثماني. أصبحت دمشق التي كانت مركز سوريا القديمة عاصمة للدولة الأموية، وهي مدينة قديمة ذات تقليد عريق مستمر يحتوي على نظام المياه الروماني وشارع السوق المحاط بالأعمدة الذي طور لاحقا ليصبح سوقا. شيد الجامع الأموي داخل المعبد الروماني، وتم تطوير طرازه المعماري من نموذج البازيليكا التي طورها المسيحيون بدورهم من نمط البناء الروماني، وأعادوا ترتيبها ككنائس. قام المعماريون مع ذلك بتغيير التصميم مجددا، وذلك بتدوير المخطط حوالي 90 درجة لاستيعاب صفوف المؤمنين الذين يتوجهون في صلاتهم إلى مكة المكرمة. كان المبنى مزينا بكسوة رخام رائعة وبفسيفساء مزججة تعد الأروع في عصرها. قام الأمويون بتشييد عشرات القصور الصحراوية المتغيرة الشكل، ولهذا الغرض استطاعوا توظيف كل المعارف المحلية في فن العمارة داخل دولتهم وتشييد المساجد والأسواق أو في تشكيل بعض عناصر الاستخدام اليومي. تم مزج عناصر من الأناضول وعناصر قبطية وبيزنطينية مع أشكال سورية وإيرانية ومن شمال بلاد الرافدين. بقيت الوظيفة المباشرة لما يدعى بالقصور الصحراوية غير معروفة. كان بعضها شبيها بالمدن كما في عنجر في لبنان، يحتوي على شارع السوق والقصور والجامع والحي السكني. بعضها كان مهيئا لاستقبال القوافل أو مركزا لمناطق زراعية. كان قصر عمرة في الأردن مزينا بالرسومات الملونة الرائعة وشكل ملاذا ترفيهيا فاخرا كما يتصوره الفنان العصري. وأما القصر الأكثر روعة فيتجلى بقصر المشتى في الأردن الذي لم يكن بناؤه منتهن، حيث قام السلطان العثماني بمنح واجهته كهدية إلى برلين. يعتقد أنه كان مستخدما من قبل الخليفة أو أحد أعوانه ليكون مكانا لعقد اللقاءات مع القادة المحليين. بقي الأمويون في السلطة لفترة وجيزة لا تتجاوز 90 عاما، ومع ذلك فقد أنتجوا تقدما ثقافيا هاما وتركوا وراءهم إرثا مميزا.